الشمس 2004 قررت انه احنا مساله غيظ او ديب انه دايما التكنولوجي بيديرها مطاره، فكان قرار لازم نمتلك التكنولوجي في مصر. طب في اي مجال كان توقعات من 2004 ان هتبقى في ازمه طاقه. طيب اي مجال في الطاقه نخش فيه بالتكنولوجي ونتحدى. الحقيقه شفت السولار، شفت الويب، شفت الويب، اكتشفت انه الويب انرجي هي من اعنف انواع الطاقه تو انهانسد. وكل دول العالم ما زالت في طور البحث والتطوير في هذه الديفايسز. فكان الاختيار على هذا المجال ان احنا نخش في مجال طاقه امواج البحر. الاجهزه اللي بتشتغل في المجال ده الافشنسي بتاعتها وكفاءتها بدات من 5% وواصله حاليا ل 18 و20%. طيب عملنا ابتكار سجلناه، صحيح خدنا براءات وزي ما قالوا الساده الاساتذه البراءه مش هي القصه، كان لازم ننفذ. فعملنا اتصال بهندسه عين شمس واكتشفت ان انا مش هقدر اقوم بالموضوع ده لوحدي. بعد ما خدنا البراءه كان لازم اكون تيم وورك، لان عندي قناعه انه لا توجد عبقريه الا من خلال عمل جماعي. والتيم وورك ده اساسه انه يكون من جنريشنز مختلفه، من العشرينات، الثلاثينات، الاربعينات، الخمسينات. فكونت المجموعه دي من مهندسين وتكنيشنز وحاملي درجات علميه ودكاتره واساتذه. عملنا معمل، اضطرينا ننشئ معمل في هندسه عين شمس لعمل امواج ذكيه عشان نركب عليه الجهاز بتاعنا. النتائج طلعت مبشره جدا وكانت امبرسيف. فقررنا عشان نعمل مور فاليديشن ان احنا نتصل بجامعه هامبورغ وقلنا لهم فكره الجهاز، والبروفيسور مصطفى المقصود اعجب بالفكره وعملنا اتفاقيه وصنعنا جهاز وديناه المانيا وعملنا عليه تجارب. التجارب كانت الحقيقه مفاجاه للجميع انه حقق من اعلى نتائج كفاءه على مستوى العالم تقريبا. فالفكره مش هنا بس، الفكره ان بقى المجموعه اللي بتشتغل في هذا المجال عندها يقين وقناعه ان احنا نستطيع ان نمتلك تكنولوجي، ان جهاز متصمم بالكامل في مصر.